هي هو اصلا تباعد جسدي، هو اللي المفروض الاجراءات الاحترازيه اللي فرضها علينا الوباء تباعد جسدي ومادي وليس تباعد اجتماعي. هو ده الخلط اللي الكل شغال فيه، الكل بيتكلم على اجراءات التباعد الاجتماعي، اجراءات لحد ما هي ادت صدى نفسي سلبي. هو مش تباعد اجتماعي، هو تباعد جسدي، تباعد فيزيائي. احنا ممكن نكون موجودين مع بعض في نفس المكان بس مش قريبين جسديا من بعض. صحيح، هذه النقطة تمام، ممكن مهمة جدا. قريبين هناك اجتماعيا والعكس فرق صحيح، ممكن في نكون التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن فجوة كبيرة جدا في العلاقات بشكل عام، سواء بين الأسر سواء حتى بين الأصدقاء داخل المدارس. هذه الفجوة الكبيرة جدا أصبحت موجودة في المجتمعات بشكل عام، ليس فقط العربية ولكن بالعالم بشكل كبير جدا، وخصوصا الأسر وكبار السن والأطفال تأثروا بشكل سلبي، يعني بشكل سلبي جدا بسبب هذه الفجوة. صحيح، يعني إذن كيف يمكن صحيح والتأثير بتاعها وصل. كيف يمكن محاولة الوصول إلى، لا أريد يعني أن أقول إلغاء التباعد الجسدي بسبب طبعا استمرار الأوبئة بشكل عام، ولكن التوازن بين معادلة الحماية أو التباعد الجسدي، ولكن أيضا محاولة سد هذه الفجوة في العلاقة. هو الوسيلة الوحيدة هو ان احنا نرجع لسبل التفاعل الطبيعية والتقليدية اللي احنا كنا بنتعامل بيها. الشوك او الصدمة بتاعت السوشيال ميديا والهوس بتاع استخدام السوشيال ميديا المحاوطنا ده من خلال التوعية نقلله، نبتدي نوعي الأسر ونوعي الأطفال ونوعي، يعني مثلا الأسر اللي بتسيب طفل مثلا مع التابلت لمجرد ان هي ما يبقاش مزعج، او لمجرد ان هي تعمل الأم تعمل اي حاجة لحد تلهيه يعني بان هو قدام التابلت، وتتخيل مثلا ان هو مثلا كده بيتعلم حاجة. لا، الأطفال على فكرة بيتأخر النمو بتاعها نتيجة التعامل بتاعها مع الإنترنت